بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى، أو نواصل الكلام في استنباط الأحكام من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقد وقفنا على قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا. فيؤخذ من هذه الآية إثبات علم الله تعالى بأعمال العباد أينما كانوا، في حضر أو سفر، في خلوة أو جلوة. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والشاعر يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ويؤخذ منها وصف الله جل وعلا بالخبرة والعلم والاطلاع على أعمال عباده مع علوه فوق مخلوقاته. والله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه وفوق سماواته، وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته أينما كانوا، في حضر أو سفر، في خلوة أو مع الناس، في ضياء أو ظلمة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويؤخذ من هذه الآيات رجوعا إلى أولها أن القتل ينقسم إلى قسمين: عمد وخطأ. وذلك لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ولقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. والخطأ هو ما فقد فيه القصد، ما وجدت فيه الآلة الصالحة للقتل لكن فقد فيه القصد والإرادة، كمن فعل شيئا له فعله فأصاب آدميا معصوما. هذا هو الخطأ، وهو ينقسم إلى قسمين: خطأ بالمباشرة وخطأ بالتسبب. أما العمد فهو ما وجدت فيه الآلة الصالحة للقتل ووجد فيه القصد والإرادة، ولا بد أن يكون غير مأذون به شرعا. ولذلك يقول العلماء: القتل العمد العدوان، يخرج بذلك القتل العمد غير العدوان، وهو القتل العمد المأذون به شرعا، كالقتل في القصاص والقتل في الحد، فهذا مأذون به شرعا وإن كان عمدا. وهناك قسم ثالث ثبت بالسنة، وهو شبه العمد، وذلك بأن يوجد قصد الجناية لكن لا توجد الآلة الصالحة للقتل لكنه انقتل بها، كالضرب باليد أو بالحصاة الصغيرة أو بالعصا الصغير نحو ذلك، فهذا يعتبر شبه عمد، وهو قول الجمهور. إثبات شبه العمد هو قول الجمهور.
كما يؤخذ من هذه الآيات أن القتل خطأ يكون في قتل المسلم ويكون في قتل الكافر المعاهد الذي في قتل الكافر المعاهد ويكون في قتل المؤمن غير المعاهد. ولهذا قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ثم قال: وإن كان من قوم عدو لكم، يعني ليس بينكم وبينهم عهد وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، يجب فيه الكفارة فقط ولا دية فيه، لأن الدية لأقارب القتيل وهم حربيون فلا تعطى لهم الدية. ثم قال تعالى: وإن كان من قوم عدو، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالكافر إذا قتل خطأ لا يخرج عن هذه الأقسام. وفي هذا دليل على أن دم الكافر المعاهد محترم ومعصوم كدم المسلم وفاء بالعهد، وأنه يجب فيه الضمان كما يجب لقتل المسلم. وأما العمد فيكون في قتل المسلم ويكون في قتل المعاهد، لكن قتل المسلم فيه القصاص أو الدية، يخير الأولياء بينهما أو العفو مجانا. وأما قتل الكافر المعاهد عمدا فليس فيه قصاص لعدم المكافأة بين القاتل والقتيل، ولكن تجب فيه الدية وعليه الوعيد من الله. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة، كما في صحيح البخاري. فعليه الوعيد وعلى ولي الأمر أن يعزره بما يردعه عن الإقدام يعني مثل هذا. وإن كان القاتل للمعاهدين من المفسدين في الأرض الذين يقتلون المسلمين والمعاهدين ويتلفون الأموال ويخربون في البلاد، فهؤلاء يجب قتلهم ويجب صلبهم لأنهم من المفسدين في الأرض. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه الآية في قطاع الطريق وفي المفسدين في الأرض الذين يخربون الديار ويرهبون الناس ويتلفون الأموال ويسمون هذا من الجهاد، وهو في الحقيقة جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله. فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى صوابهم وأن يستفتوا علماءهم في هذه الأمور، ولا يقدموا عليها بناء على رأيهم أو على رأي من أضلهم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.